صنف العقرب الجبلي اسود اللون. حصلتها هنا صح؟ وانت تحفر في الارض. يا لطيف، كم عمرها؟ هذه حامل اعتقد صح؟ اكيد. شوف كيف، الله 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 الله. اعتقد ان هذا. ويعد العقرب من اخطر الانواع فتكا من السموم، حيث انه يحتوي على سم نادر في التأثير، خاصة هذا الصنف الذي يدعى بالصنف الأسود الجبلي. وحين يأتي موسم وضع الأنثى لأبنائها، فإن أبنائها يقومون بأكلها كاملا، وهذا يعتبر من أقصى المشاهد في الحياة البرية. طبعا الحشرة أيوة. النوعية التي إذا حصلت عليها مضايقة أو حصلت عليها إن هي تقتل نفسها، يعني تنتحر. الآن ما ضايقتها، شوف كيف انتحرت، قتلت نفسها تماما بذيلها، بالذيل نفسه. نفسها. ايوه شوف 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 كيف طبعاً. ذلك شوف الدليل، قد قاتل نفسها. شوف شوف الذيل، الذيل لانه خلاص لتغى نفسه. سبحان الله، يعني تنتحر. الآن ما ضايقتها، شوف كيف انتحرت، قتلت نفسها تماما بذيلها، بالذيل نفسه. نفسها. ايوه شوف 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 كيف طبعاً. شوف الدليل، قد قاتل نفسها. شوف شوف الذيل، الذيل لانه خلاص لتغى نفسه. سبحان الله، أثناء ما تحاصر مباشرة تقتل. نعم يا لطيف. قناة المهندس محمد حجر يوتيوب.